في الذكرى الثالثة للشهير علاء أبو فخر، شو رسالتك اليوم لعلاء أبو فخر ل 17 تشرين للعدالة للوعي للحرية لكل شيء، شو رسالتك اليوم بهالذكرى؟ بنقول له للشهيد علاء إنه نحن على المسيرة مستمرة، الطريق شاق ولكن المسيرة مستمرة. بعد الثلاث سنين دور ال 17 تشرين أوجدت 13 نائب تغييري بالندوة البرلمانية. نحن طريقنا طويل وشاق لبناء الدولة ولبناء العدالة، الدولة العادلة، الدولة القادرة، الدولة ثورة مستمرة ضد الفساد والفاسدين، ثورة ضد المنظومة بشقيها المسلح والفاسد. فبنقول له للشهيد علاء انه نمفي عليائك، المسيرة مستمرة والطريق شاق، ولكن نحن بنقول له انه حنبني هالدولة يلي هو ضحى كمان، يلي كثير من الناس ضحت. نحن رح نبقى اوفياء لهذه المسيره ولقوله 17. يسلم تمك ويطول عمرك.